راج، أنت عم تشك فيني شي؟ لأنك عطيتيني سبب لحتى شك فيكي. إذا أنت ما كنت عم تحكي مع مايانغ فمعناتها ليش هو لي كذاب؟ لأنه واحد كذاب وخبيث ومحتال كبير. راج، راج بترجاك اسمعني. راج، راج هو عم يكذب، هو بس بده يساوي مشاكل بيناتنا مو أكتر من هيك. سونالي، إذا كان عم يكذب ليش ما قلتي هالشي قدام الكل؟ ليش ما قلتي إنك ما كنتي عم تحكي معه؟ كنت ضربته كف مرتب وفرجيته قيمته قدام الكل ليتعلم درس منيح. احكي لي سونو، إذا حضرتك كنتي عن جد ما عم تحكي معه ليش ما كشفتي دغري لكان؟ كل شي بيان، معناها هو حكى الحقيقة. كيف أنت بتفكر فيني هيك يا راج؟ بس سونالي، هو ما لازم يبقى هون أبداً، وما عاد بهمني إذا عائلتك زعلت أو لا، أو يزعل أخوك أهانة أو أي حدا تاني. اللي بعرفه مايانغ ما لازم يبقى هون أبداً. كنت مشغول عنك وهلأ رجعت لك سونالي. المرة الماضية أنقذتك إيشكي، بس أنا هلأ حطيت إيشكي بموقف صعب وقدرت إني أكسرها لدرجة إنها مو قدرانة تنقذ حالها حتى. قدام الكل إنه كنت عم بحكي معه وراج صدق وعصب علي وفقد ثقته فيني وزعل مني. المرة الماضية ضليت ساكتة مشان أحميكي وسكرنا على الموضوع، بس هو ما انتهى. لما الحقيقة بتنكشف ساعتها يصير شو ما بده يصير. مايانك أكيد رجع وأكيد عم يخطط لشي، لهيك أنتي لازم تقولي كل شي لراج سونا. سونو، لهذا السبب أنا كذبت على الكل، لأني متأكد إذا عملت هالشي سونو أكيد رح تيجي تتخانق معي، وهذا الشي اللي بدي إياه. أهلين سونو. إشكي، أنتي شو جابك لهون؟ أنا إجيت لهون لأنك لسه ما بطلت تعمل عمايلك الوسخة، لهيك أنا لازم أرجع لورجيك إشكي القديمة. كيف بتتجرأ وترجع تحاول تفوت على حياة سونو بسببك أنت مرض أبوك؟ على القليلة كنت حسن من حالك شوي مشانه، بس أنت عم تثبت إنك مثل الوسخ يلي بيلزق بسفل الخفافة وما بينضف. توقعت أنك ترجع، لهيك صرت ألبس كعب عالي مشان أنت ما تلزق بسفل الكندرة. أنت شفت سونو وهلأ شفتني. إشكي معها حق، لازم أحكي لراج الموضوع كله، بس أنا ما عندي الشجاعة أني أحكي معه الموضوع لحالي. لازم أخذ إشكي معي لعنده. كانت دائماً المشكلة بيني وبين سونو، بس أنت إجيتي وتدخلتي بيناتنا مثل العادة. يلي عملته أنا فيكي المرة الماضية ما رباكي، بس هالمرة تأكدي إني رح دمرك على الأخير ورح تشوفي. لازم أحكي مع إشكي بأي طريقة. لما لاقي إشكي وآخدها رح أحكي مع الراجل ليلى ويصير شو ما بده يصير. بتشكرك عمتي. انت شكرتني وخلصت اهان. انا اجيت لهون لحتى اقول اني لما طلعت بعيون إشكي شفت فيهم حزن كبير عم تحس فيه،
بكل دقيقة طول الفترة الماضية. شفتها مقهورة كتير من كل إهانة. بعرف إنه كل يلي صار هو غلطها لإشكي، بس الحياة معقدة كتير كمان آهان. مو كل شي بيبين بيكون مثل ما هو. إحنا شفنا ناس سيئين كتير بس هنن عاملين حالهم مناح، وفي ناس كمان بيكونوا مناح كتير بس الكل بيلومهن على شغلات وغلطات صغيرة. ويمكن نفس الشي صاير مع إشكي كمان آهان. آهان البنت ما بتلغي عرسها بدون ما يكون في سبب قوي. بعرف عمتي، وأنا هو السبب. لهيك صرت بكره حالي على قد ما بكره إشكي، لأني ما بعرف بقصد أو من دون قصد خليت إشكي تحلم إنه ممكن بالمستقبل يصير في شي بيناتنا. تعرفي شو كانت غلطتك؟ البنات اللي مثلك بيفكروا حالهم بيعرفوا يتصرفوا مع الشباب اللي مثلي، وهذا الشيء بالضبط كان غلطك الكبير. فهمتي؟ اليوم رح أعلمك درس ورح تتذكري طول حياتك وما تنسي أبدا. من وين إجت هي؟ لا أهان، أنت وريا مخطوبين هلأ ولازم فكر فيه وبس، وما لازم أعيد أخطائي القديمة. شو هالعلاقات؟ ليش أنا عم أتخبى من ريا؟ ليش عم أهرب منها؟ ريا عم تدور علي، لازم روح لعندها. تركني عم قلك. مرحبا ريا، شو شاردة بنتي؟ انتي متضايقة شي؟ ما في شي ستي، بس أنا لا لا، إذا كان في شي عم يضايقك بس قليلي، حتى لو ما حدا وقف معك أنا رح وقف. قليلي ليش مهمومة؟ كيف ما بدي أكل هم ستي؟ وأهان رح لعند إشكي قبل. بس بس بس، فهمت عليكي. الرجال مثل طيارات الهوا يلي بتيروا، لوين بياخدهم الهوا بيروحوا معه، والشي اللي بيخليهم موصولين بالأرض هو بس الخيط. أهان والشباب يلي مثله على طول عندهم بنات مثل إشكي عم يلاحقوهم، بس أنا بثق بابني آهان كتير، هو ما رح يعمل أي شي غلط. لا بس الرجال عادتهم ما بتتغير. وليش أنا آكل هم؟ وهلأ صارت مسؤوليتك إنك تتأكدي ما حيقدر حدا يخطف طيارتك. أنت تمسكي بآهان وتركي للباقي علي، ماشي؟ وما في داعي تخافي أبداً، وأنا واقفة معك. باي. من وين إجا هالصوت؟ أنا متأكد سمعت صوت إشكي. شو كنتي عم تساوي؟ آه؟ مو أنتي طلبتي مني إنه صالح أهان؟ صالحي أهان إيه؟ بس عن شو عم تحكي مع سنتو؟ عم أحكي لها عن أهان وقت رحلة عند إشكي قبل خطبتنا. يا قدير، معقول أنتي شكيتي لها حفيدة بوشها؟ أنتي عم تخاطري بعرسك؟ ماما أهان يا دوب عم يهتم فيني. معناها أنتي جذبي اهتمامه. حبيبتي ما عندك خيار تاني أبداً، لازم قبل ما يعرف أبوكي بالقصة كلها أنتي تراضي أهان. فهمتي حكي؟
وأحسن لك تكوني فهمتي. اليوم أنا رح دمر لك حياتك إيشكي. أنتي لازم تركعي تحت رجلي، لأنه شاب أكابر من عائلة محترمة مثلي رضي إنه يتزوج بنت منحطة وفقيرة وأنانية مثلك، بس هلأ خلاص. أنا يلي قلعتك وتأكد رح أرجع أعملها. شو كان دورك أنتي؟ أنتي بس مجرد بيدق، البيدق يلي عن طريقه بقدر رجع سونالي لحضني. أنا متأكد إنه رح خلي سونو إلي. شو كنتي مفكرة؟ إنك كنتي عم تعاقبيني؟ بإنك لغيتي زواجنا؟ مستحيل. إنتي عاقبتي حالك بدالي إيشكي. إيشكي إنتي ما فيك تقولي الحقيقة لأي حدا. شي بيزعي. ما فيك تقولي لأي حدا اللي صار بإني خدرت سونو هديك الليلة. وإني كمان أخذت لها صور بهديك الحالة. بتعرفي شو؟ أنا حاولت كتير إني خليكي بعيدة وما دخلك بالموضوع، وحتى إني حطيت مشروب بعصيرك، ومع هيك قدرتي تتدخلي. ولو إنك ما إجيتي بوقتها وتدخلتي بيني وبينها، كنت عملت كل شي ببالي مع سونال. مايانك، بس ولا يهمني، لساعتني بقدر ساوي كل هالشغلات. بس قبل ما أفضى لسونو بدي بلش فيك. بترجاك، أنا آسف، بس مضطر إني خبره، لازم يعرف الحقيقة. بعرف إنه أهان رح يصدق هذا الحقير وما رح يصدقني. ما رح استفيد أي شيء إذا حكيت. صورتها لسونو بالغرفة لحالنا، بس قبل خليتها تفقد الوعي. ولو ما تدخلتي بوقتها كنت رح أقدر أعمل كل شي بدي إياه، أنا وحبيبة قلبي سونو. رح صلح كل شي، غمضي عيونك وبس. لسه فيني فوز. كل الحق كان على إيشكي. هي لعبتي أنا، وأنا لازم أتخلص من أهان بالأول بأي طريقة.
أخي اشكي. أهان اشكي. أهان شو صار لها؟ احكي لي خبرني. أهان شو عم تعمل؟ رح جيب السيارة. يلا شوفي شو صار لها. اشكي أهان شو عم يعمل هاد؟ صراحة الضربة قوية كتير. إذا رجعت لوعيها خلال 8 ساعات بيكون منيح، وإذا ما رجعت لوعيها فنحن رح نضطر بوقتها إنه رح توعى دكتور وتتحسن كمان. ما رح يصير لها شيء، هي قوية ورح تتحسن. ليش لغيتي الزواج؟ أنا ما غلطت بشيء أبدا، لازم توثق فيي. أخي أنا بترجع. كارتيك سونوس، رح يخلص عمري بيوم، بس تأكدي إنه ما رح تخلص كراهيتي لإلك أبدا. اشكي تحملت كل هالشي اللي صار كرمال سونو اللي كانت حمايته مسؤوليتي، واشكي حملتها عني. اشكي تحملت الضغط والإهانات، بس ما حكت حقيقة اللي صار مع سونو أبدا. أهان احكي لي شو عم يصير. أهان أنت منيح؟ وين اشكي؟ قالوا لي هي منيحة؟ ما رح يصير لها شيء، رح تكون منيحة، صدقيني. خلوني شوف اشكي هلا. طيب تفضلي معي من بعد إذنك. أخي اشكي. صار أخي؟ تعالي معي، بدي أحكي معك شوي. يلا. لحظة ستي، إشكي انصابت بالجرح، والدكتور قال إذا ما وعيت رح تكون حالتها بخطر. اتركوها، نحن شو دخلنا فيها؟ هاي البنت ما بتخصنا بنوب. لك بترجاكي فكري بس تحكي، بكفي ماما. ليش بقى؟ كل يوم في عالم بتدخل على العناية المشددة، يعني منبكي عليهم كلهم؟ كارتيك، انت بتعرف شو اللي صار؟ أو كيف انصابت إشكي بالجرح؟ أنا ما بعرف شي، أخي بيعرف، رح أسأله لألو. أنا قلت لكم من قبل إنه هالبنت صاحبة مشاكل، وفوق هيك منحوسة كتير كمان. من لما ما قدرت تأذي العالم بلش الأذى ينقلب عليها. شوفوا، يا أما بتقلعوها من وظيفتها يا رح نروح نحنا من هون. شو هالحكي اللي عم تحكيه أنتي؟ البنت وضعها مو منيح أبداً، وأنتي عم تقولي قلعوها من الوظيفة؟ هلأ بيجي أهان، هو بيقلنا شو لازم نعمل ونتصرف. إيه كلنا منعرف إنه هالبنت صار لزمان ناطرة أهان. طيب اسمعيني، رح قلك هالكلمتين، اعتبريهم أنتي لمصلحتك وبس. صدقيني إنه هاي البنت مو منيحة وخبيثة ومؤذية كتير. هاي البنت قاعدة عم تخطط لتاخده لأهان. يا حسرتي، ما بعرف شو رح يصير بأهان. وقتها كنت بدي انتحر يا أخي، كنت بدي يطول حالي. أنا آسفة، آسفة لأني ما رديت عليك. أنا بعتذر كتير لأني رحت على هديك الحفلة وصار كل شي بسببي أنا. أنت ما إلك علاقة سونو، يلي صار مانو بسببك. هذا غلط مايانك، خدرك وحاول يستغلك، مشان هيك تركته إشكي. شو؟ سونو؟ مزبوط هالحكي؟ مايانك حاول، ولهذا السبب إشكي انفصلت عنه. بس كيف؟ عملت هذا الشي؟ لو ما تدخلتي بوقتها كنت رح أقدر أعمل كل شي بدي يا ما. سونو؟ سونو؟ أنا أتأكد ما رح أرحمه. كيف الواحد بيكون رخيص لهالدرجة؟ نحن اعتبرناها رفيقنا، هلأ لعرفنا سبب اللي عملته إشكي.
بس ليش ضليتك ساكتة؟ ليش ما حكيتي لحدا منا؟ كيف كنت بدي أقلكم؟ كيف بدي ألهك وأنا ما سمعت كلامك وخالفتك ورحت على هديك الحفلة وقتها؟ وقتها ما هيك تعرف يا أخي إنه بموقف مثل هاد الكل بيحط اللوم على البنات، وأنت بتعمل هيك. تتذكر يلي صار هداك اليوم لما ابن أخ عمتي صار لأتوقح مع البنت؟ أنت وقتها حطيت كل اللوم على البنت. يلي صار أختك سونالي شافته كمان. وشو ممكن يصير معه وهي لابسة هيك لبس؟ كنت متأكدة إنك رح تشوفني غلطانة. أنا ما كنت بدي أنزل من عينك أبداً يا أخي. بس سونو فهميني، أنت ليش ما قلتي لي من قبل؟ إذا قلت لك يا ترى كانت عمتي سار لقبلت بهالشي بهداك اليوم لما قامت إيشكي؟ أنا كنت بدي روح لعندها، وقتها كنت بدي روح وحاكيها. أنا بدي أحكي مع إيشكي. أوعك تتحركي خطوة واحدة، صدقيني ما رح خليكي ترجعي له مرة تانية. بدك تتزوجي راج ولا لا؟ خليكي واقفة مكانك ولا تتحركي. بس عمتي صار لمنعتني، ما حدا خلاني روح لعندها. ريا وينو أهان؟ قولي لي شو صار مع هديك؟ ما بعرف ماما، ما عم بفهم شي أبدا. انتي لازم تعرفي. كيف يعني ما بتعرفي ريا؟ شو أعمل ماما؟ أنا عملت كل شي بدك يا، طلبتي مني وعده ووعدته، طلبتي مني كون مثل ما بدها هالعيلة وعملت هذا الشيء. بس إذا كان ما بيحبني شو بدي أعمل له؟ مليت كتير وأنا عم استنى أهاني حن علي. عن جد؟ استنيتي لأهان سنتين، لكن شو بدك تعملي غير هيك؟ نيناتنا منعرف القصة ومنعرفها كتير منيح. حبيبتي احكي هيك ومثلي هالبراءة قدام أهان مو قدامي. إذا أهان غير رأيه ورفض هذا الزواج منك، وين رح تروحي بهالحالة هي؟ فكرتي بهالشي؟ إيش كيوتا دمرت زواجه، وأنت كرهتها كتير يا أخي. يعني لو أنا خاطرت مثله وعملت شي هداك اليوم كانوا كلهم رح يكرهوني. روي سونا روي. أنا كنت بدي انتحر يا كارتي، بس وقت إشكي هي أنقذتني، هي تحملت مشان الحزن والإهانة والبهادل كمان، تحملت كل هاد كارتي. أخي عذبها كتير ومع هيك ولا مرة هي قالت إن عملت كل هالشي كرمال أخته. ما حدا بيعمل كل هالشي اللي إشكي عملته كرمالي أنا كارتي. إشكي قالت لي إنه وحدة من بيناتنا رح تعيش بسعادة، وهي اختارت لي إلي السعادة. تعرفتوا الحقيقة أنتو؟ ليلة الزواج يلي صار إنه وقتها اكتشفنا أنا وإشكي إنه الشخص يلي كان عم يبتزني كل الوقت هو بيكون معيك. ليش ما قلتي لي؟ يا ترى إذا قلت لك وقتها كنت رح تفهمني مثل ما إشكي عملت؟ ما كنت رح تشك فيني ولو لمرة واحدة. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.